لو الحكاية فيها إن فيتو. اسمي فاطمة أحمد فؤاد، سني 40 سنة. كنا نايمين مرميين تحت الشجرة دي، جبنا حلال قال لنا قابلينكم أوضة هنا، قلت لهم وادي إيه صورك وحتى تعيد لما عاوز أعمل حمام بلف ورا الأوضة تصطرني انت تصطرني بحطها كده تصطرني انا عارف الناس اللي بتصطاد الناس اللي بتصطاد من 10 سنين وانا على الحال ده كان عيالي تدخلني الحمام حاول يعني يساعدني اقف امشي تاني اتحرك يسيبوني واقفه يعملوا كده ويجي مرجوح على الارض من بعد العاصم والله الله اكبر بطلع باجي ايه عقبال ما بستنى البياعين عشان بيرمي الكرتون بقى الخضار بعيني فكر بستنى بصحف واقول يا رب اديني عشا ولادي ما بخشش على حد لا بمشي في السوق الشارع بقول يا كريم يا رب يا عاطم انت العاط يا رب اما سلمت امري ليه يا عالم بحاله غنى عن سؤالي انت يا رب واللي فيه الخير بقدم ربنا ولادي الحلال بلم دغ وبلاس زي الزيت ولما كان على ظهري بالشباك واللي عايز يعمل لله ما بيشوفش حد ما بيشوفش ربه. اسمع عصام رجب واخد طريقه رفاهيه ذهبت الدنيا من 30 سنه الشجره دي كانت بتبين لي حاجات زغطت اكتر حوالي الساعه 11 12 بصحى بقوم اشرب كوبايه الشاي وباخد العجله بتاعتي بركب اي مواصله من هنا وبمشي في الشوارع بمد ايدي انا طالب حاجه واحده بس عاوز حاجه تستر دول دي ودي الصغيره قطر سكه حديد وما خدتش حاجه من حد وما قابلتش على نفس العوض. اسمي نور عصام رجب محمد عبد الغني. اشتغل على الباب ماسك بعربيه كهرباء عشان بساعد امي في مصروف البيت. عشان انا اعتبر انا الكبيره هنا وليا اتنين متجوزين. وانا والدتي تعبانه ووالدي. بس اضطر ان انا اطلع عشان اقدر اساعدهم. لسه رجلي متعوره من الفقير في البلد دي ريحته وحشه. ريحته معفنه بالتكلف. عاملة زي الدود.